سامعني؟ يسأل مدير البرنامج وحد الباص بتاعه بقى. طيب بص صفة الموضوع الباص والمسارات والحاجات دي كلها خلينا في الدول. تمام؟ طيب لما بتقول له نيو بيبدأ يظهر لك التمبليت اللي موجودين دول. تمام؟ مش شرط دول، انت مش ملزم بدول. يعني لو انت عندك فولدر على اي بارتيشن وقلت له براوز واخترت الملف الريفر اللي انت عايزه من اي مكان، تمام؟ على طول مش شرط بالمتريك تقريبا الامبريا ده بنلغيه عوض، وقلت له اوبن خلاص كده انت اخترت. تمام؟ اختار بقى بروجكت، يبقى تدخل تشتغل على طول بروجكت تمبليت، يبقى انت بتعدل خصائص التمبليت ده عشان لما تشتغل في مشروع جاي في المستقبل ان شاء الله. تمام؟ طيب هنا حطيت له هو اربع دول: كونستراكشن، اركتكشر، ستراكشر، ميكانيكال. اي واحد من دول يقدر يحول تاني بمجرد ان انت بتعدل الخصائص. تمام؟ يعني لو دخلت عدلت خصائص الاركتكشر دول وقلت له اظهر لي الحاجات الانشائي وظهر لي كذا وكذا وكذا، خلاص بقى انشائي. ممكن تقعد تعدل لحد ما ينفع يشتغل في الثلاثه، ممكن تعدل بحيث يبقى فيه اركتكشر وستراكشر. على سبيل المثال تدخل تختار مثلا ستراكشر اوبن. تمام؟ هتلاقي مثلا هو عمل لك اناليتيك عشان تختار انشائي يرضي، يبقى خلاص بدا يتحول ل هتمرن هنا. او ساعات عامل تمبليت انشائي هنا، مش عامل تمبليت، مجرد ان انت تدخل تختار التمبليت المعماري يبقى انت كده بدات تجي للمعماري. فهي الفكره كلها ان مفيش حاجه ثابته. تمام؟ ممكن تدخل وتعمل سكادول، تعمل ليجند و الحاجات دي كلها، تحس ان انت تخصصه للشغل بتاعك. يعني مفيش حاجه اسمها ده انزل كده، مفيش حاجه اسمها بعد ما اشتغل خلاص ده المعماري انشائي، لا. كل واحد من دول مجرد بعض الخصائص البسيطه تحول لحاجات ثانيه. طيب لو انا جيت هنا الفايل وقلت له اوبشن، هلاقي عندي حاجه اسمها الفايل لوكيشن. دول الاربعه اللي احنا شفناهم بره، تقدر تقول زي وتختار اي واحد من دول وتقول له اوكي يضاف عندك روبوت. تمام؟ ده ممكن تنزله على النت من اي مكان وهكذا، مجرد ان انت تقول له هيظهر معاك في الخصائص الموجوده. زائد وتختار اي واحد من دول، اي واحد من دول تقدر تقول له مش عايز ده، يبقى كده خلاص. تمام؟ فهنا ده البروجكت تمبليت فايل. طيب ده الديفولت باص بروديوسر فايل، ده لما يكون انت شغال فايل سنترال وهو هنا بيعمل اللوكال في المكان دوت. الفاميلي تمبليت موجود في المسار دوت، ممكن تيجي وتختار اي بارتيشن تاني او اي فولدر تاني. تمام؟ تختار اي فولدر وتقول له سيف، يبقى ده المكان اللي هتلاقيه. ده خاص بالبوينت كلاود، دي اهم المسارات اللي احنا بنشتغل بيها. هنا بيسس ده بقى بيدخل بقى في الامبريال لايبرري وهكذا.